من السياحة العامة. هذه 5% يشتغلوا فيها تقريبا 1% من الوكالات، يعني وكالات معدودة على الأصابع تخدم فعلا السياحة الداخلية. الامتيازات اللي عندك أنت في كوكالة سياحية بالنسبة للجزائر صفر، عندي حتى لهذه الدرجة حتى امتياز. هاي تقدر تخدم في وعلى بالها، يعني تروح أنت تروح تنيغوسي روتير، تنيغوسي ترونسبورت، تنيغوسي كل شيء وتحاول تبيع. شوف هذا اللي قدامي وكالة مثال حي على أن الوكالة ترغب فعلا رغبة فعلية باش توجه احنا كلنا كجزائريين نحبوا نديروا السياحة الداخلية. ماذا بينا كاع ما نخدموش مع الخارج، ما نديش ما نخرجش العملة الصعبة، ماذا بيا يبقاو هنايا ونحوس في بلادي. بلادنا كبيرة، بلادنا قارة، بلادنا عندنا من المنتوجات من الخام السياحي بالك ثلث العالم. صح، عندنا ماشي صحراء كانت تحكي على، عندنا صحاري، يعني باش ما نمدوش دروس في اللفل، يعني صحاري، عندنا صحاري ماشي صحراء واحدة، عندنا جبال مختلفة، عندنا بحور وشواطئ مختلفة، قارة يعني. ولكن للأسف احنا دائما نقولوا للأسف كفيدرالية وكممثل الوكالات، الوكالات راهي تشتكي في السنترانة في إنعاش كوما، يعني ما داروا لنا حتى حاجة سبيسيال. احنا يخرج وزير ويقول باللي هذا قطاع السياحة ككل ماشي غير وكالات، وكالات راهي لو مايون فابل. الوكالات تجمع بين الفندق وبين المسار وبين النقل وبين هي باش دير منتوج. يقول لك باللي القطاع راهو منكوب، واش معناتها منكوب؟ معناتها لازم دير اجراءات استثنائيه. اجراءات كاع اللي دارت في الجزائر ما كانش اجراءات استثنائيه لوكاله السياحه. رانا غارقين، 95% من الوكالات هي غارقه مده 9 اشهر. تخيلي الجزائر، ربما تسمحوك، الجزائر كان عندها مشكل في وقت مضى، وقت العشيه السوداء، الجانب الامني هو اللي خلى الاجانب ما يجيوش سواح الجزائر. صح. لكن الان كاين الامن، كاين كل شيء، كاين كل شيء. وش هو الشيء اللي خلى الجزائر محافظه على نفس المكانه والركود؟ يعني لازم لك اراده سياسيه وقوانين تطبق بصرامه، ولازم تعاون الوكالات وتعاون الاستثمارات السياحيه. احنا ما عندناش استثمارات سياحيه. الاستثمار كي تروح دير الاستثمار لازم دير كلش من مكتوبك. البنك ما يعطيلكش تسهيلات، ما عندناش تسهيلات غير هضره برك. باش تشري الترونسبور ما كاش سيارات باش تشري، يعني لازم، ولازم لنا ثقافه السياحه قبل كل شيء. السياحه لازم تدخلها في كل مكان. الناس الان ماذا بها تخدم؟ مانيش عارف هل الجزائر راهي يعني مقدره الضايع تاع الكومبيتونس اللي راهو يضيع. احنا عندنا تقريبا 3000 وكاله، اقل وكاله عندها 5 أو 4 انفار كومبيتون، يعني موارد بشريه هائله راهي ضايعه. هذه لازم نستغلوها.